أحسن الله إليكم. يقول أن له صاحبا يعمل في بيع السجائر ولا عمل له غيره، فأحيانا يحضر لنا طعاما يشتريه ونحن نتحرج من أكله. أولا يا إخوة، لا يوجد في الدنيا لا عمل له غير هذا، فالرزق واسع، ومن ترك شيئا لله فتح الله له أبوابا خيرا مما ترك، فلا يغرنكم الشيطان معاشر المؤمنين في كل مكان، لا يغرنكم الشيطان، الحلال بابه واسع، والرزاق الكريم، من ترك شيئا له عوضه الله خيرا منه في العاجل والآجل. وبيع الدخان حرام لا شك فيه، والمال المتحصل من الدخان حرام، فإذا كان الشخص لا دخل له إلا من هذا الحرام فيجوز استيفاء الحق منه، كأخذ الدين وأخذ عوض التلف. يعني شخص يبيع خمر ولا يبيع دخان وصدم سيارة شخص وعليه الضمان، نقول خذ مالك من حلال لك حرام عليه، تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. وبالنسبة للنفقة، إن كان المنفق عليه يستطيع أن يستغني عن نفقته، كأن كان ولدا يستطيع أن يتكسب أو عنده مال، فإنه لا يأخذ منه النفقة، وإن كان لا يستطيع فإنه لا حرج أن يأخذ النفقة وهو حلال له، وتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. أما ما زاد عن الحقوق فلا يجوز، دعانا لوليمة ما نذهب إليه، أرسل لنا طعاما من بيته إلى بيتنا ما نأكله، أهدى لنا هدية ما نقبلها، ما دمنا علمنا أنه لا مال له إلا من حرام. نعم.